طبعا احتفالات نصر 6 اكتوبر المجيد، وكلنا كشعب مصري الجيش اللي نجح في الثوره وقدر يعبر في 73 قدر يعبر بينا في 30/6، وقف مع الشعب المصري، الشعب المصري اللي كله ايد واحده، اللي واقف مع الجيش بيدعمه في كل خطواته، واحنا مع الجيش كمسلمين وكمسيحيين كلنا شعب مصر واحد. واحنا بنقول للجيش كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب يا سيسي. شكرا، وانتوا رجاله، واللي ليه ظهر ما يتعرفش على بطنه ابدا. بس خليهم يعرفوا، اي حد يعرف في العالم كله، ان مصر دي عاشت وهتعيش مقبره للغزاة من ايام الاكسوس والتتار وغيرهم وغيرهم. ومصر مش حد هيجي من بره يعلمنا الاسلام، ناس مسلمين قوي قوي قوي. احنا واقفين النهارده احتفالا بنصر اكتوبر الجيش بتاعنا، الجيش المصري. احنا واقفين النهارده احتفالا بانتصارات اكتوبر ومساندة لجيشنا، لان احنا مصريين المفروض كلنا بايد واحدة. في ذكرى 6 اكتوبر والشعب المصري كله عن بكرة ابيه يؤيد، او عايزين نقول الجيش والشرطه والشعب المصري يد واحده. ان موقف الجيش المصري اللي انا مش مستغربه، الجيش المصري ده ملك للشعب، والفريق اول السيسي وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحه، وهو تعاطف او مش تعاطف او تفاعل مع الثوره، وده من اول يوم استلم فيه ان هو مع شرعيه الشعب. اللواء السيسي عمل الصح، ما كانش بيقول حاجه من وجهه نظره، كان بيعبر عن اراده شعبيه موجوده، وهو انحاز ليها مش اكتر من كده. جيش مصر العظيم اللي عبر التاريخ عمره ما خذلنا ابدا. قوات مسلحه بتنحاز في صف الشعب دائما. القوات المسلحه ما قامتش لوحدها، عملت انقلاب. القوات المسلحه قامت ورا الشعب المصري لتسنده وتحافظ عليه وعلى ثورته.